نرحب بكم في منطقة تيتريم السوا هي منطقة تابعة لإقليم الحوز هذا الإقليم اللي الوزارة أعطته واحد الأهمية كبيرة من خلال التنزيل الفعلي لعدة مشاريع الدعم التالي لمخطط المغرب الأخضر اللي تتهم جميع سلاسل الإنتاج الفلاحية اللي متواجدة أذكر منها للحاصر كاين الزيتون اللي تقريبا تمت غراسه ما يناهز واحد 9000 هكتار اللي تمت الغراسه ديالها كين اللوز اللي غرسنا فيه 2700 هكتار كين التفاح كين الجوز كين النباتات العطريه والطبيه الى غير ذلك من 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 سلاسل انتاج المنطقه خدمنا على ثلاث المحاور المحور الاول هو المنتوج تحسين المنتوج وهنا كان غراسه مساحات جديده ثانيا أه هو وعملنا أه أه كذلك على خرسانه السواقي لتحسين مردوديه المياه أه كذلك أه عملنا على تاطير الفلاحه من خل خلال خلال التاطير اللي تتكون المكتب المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه يهم جميع الفلاحه وكذلك من خلال أه خلقنا الفرق المهنيه اللي هي مجموعه من الشباب والشابات اللي التكوين ديالهم ومدهم بالاليات اللي تهم الصيانه ولا المعالجه المعالجه الكيمائيه وكذلك الجني واللي ولاو تيخدموا الفلاحه ولا عندهم واحد المردود سنوي اللي تيمكنهم باش يلعبوا واحد الدور كبير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي في المنطقه كذلك هذا من تحسين المنتوج باش يكون عندنا واحد المنتوج ذو جوده عاديه عاليه ثانيا عندنا خدمنا على تثمين المنتوج هنا كنا بنينا ما يناهز واحد 18 وحده لقطاع الزيتون عرف فيها واحد خمسه ولا سته وحدات بنينا جوج في في, ما بين اوريكا و... و اي تورير اي تفاسكا بواحد الطاقه تاع 60 ما بين 60 و 80 طن في اليوم وبنينا واحد اخرين ما بين امزميز تدير واحد 10 طن في اليوم هاد التثمين المنتوج عاوننا كذلك باش نمكنوا من التسويق ديالو وفي هذا الاطار عملنا على على ترميز زيت الزيتون زي زي في المنطقه وهنا حضينا حصلنا عليها في سنه 2000 و18 ترميز ديال زيت الزيتون ديال مزميز وكذلك الزيت الالفيه اللي كانت في منطقه هاد آي الايتورير اوريكا الى غير ذلك بالنسبه للمخطط المغرب الاخضر في جماعه ديال تيديليو دي الحمد لله استفدت الجماعه بزاف في واحد واحد المجموعه ديال المجالات اولا كاين هذا الغرس ديال اشجار الزيتون اللي وصلت فيه الجماعه حاليا الحمد لله 4000 هكتار عندنا كذلك واحد 400 هكتار ديال الشجر اللوز عندنا واحد 140 هكتار ديال الخروب اللي هي ان شاء الله في طور الانجاز اضيف الى ذلك بناء واحد المجموعه ديال السواقي على ضفاف على ضفتي واد الزيت ثم عندنا كذلك سواقي اخرى في في واحد المنطقه ديال دسي دي وكذلك هنا في تافسلت اذا استفدت الجماعه الحمد لله من هذا المخطط من واحد العدد ديال المشاريع اضف الى ذلك حفر الابار ديال السقي اللي الجا... وصلت الحمد لله للمديريه الاقليميه للفلاحه وصلت دابا خمسه ديال دي الابار اللي حفرت في المد... في الجامعه ديال تيديلي دي كل شيء الحمد لله الله تيرجع بالنفع العميم على الساكنه تصوروا معايا بالنسبه مثلا هذه هاد المنطقه هذه راه كانت ارض تقريبا بوريه ما تتنجي لا تتنجي انتاج واحد في السنه اللي هو الحبوب ولكن الحمد لله ملي هذا الزيتون دابا طيب ان شاء الله غادي تولي جوج المنتوجات في السنه تولي جوج على الاقل جوج المنتوجات في السنه بالنسبه للفلاح معناها هذا الشيء تيدعم الدخل الفردي ديال الفلاح وحنا الحمد لله كفلاحه وكذلك كمسؤولين راه فرحانين بهذا الشيء بزاف وحتى الساكن الحمد لله فرحان بهذه المشاريع هذه اللي هي مديره للدخل وفي نفس الوقت منها مشاريع اللي هي مهيكله اذا عندنا كذلك واحد البرنامج اللي هو قبل من هذا واحد البرنامج سميتو السقي الصغير والمتوسط البي هاد هذا البرنامج توا تستفدت منه واحد جوج الاحواض كاين حوض تيكردي وحوض الطريق تبنات فيه واحد المجموعه ديال السواقي واحد المجموعه كذلك ديال الصهاريج باش ذاك الماء ديال اللي كان دي تيضيع مثلا في السواقي ديال التراب وكذلك هذوك الصهاريج ولات الحمد لله تزاد هذاك الماء تقريبا كاين البلاصه اللي تزاد فيهم بالنص ولا اكثر ايه وحتى الانتاج ديال الفلاحه راه تيتزاد الحمد لله بمجرد تيتزاد الماء تيتزاد الانتاج ديال الفلاحه حتى هما اذا نحن الحمد لله بالنسبه للمدير الاقليمي في تبقى شريك اساسي ومهم بالنسبه لجماعة ديال تيديلي وكذلك على صعيد اقليم الحوز واحد العدد ديال الجماعات تاع اقليم الحوز راه استفدت الحمد لله من هذه المشاريع هذه انا فلاح ورئيس التعاونيات التسيوين تنشكر وزاره الفلاحه بالنسبه لهذه المشاريع اللي دارت لنا في المنطقه ديال تيديلي وتيغدوين زرعنا العدد ديال السواقي شي 30 كلميت ديال في الجامعه ديال تيديلي و 40 كلميت ديال السواقي في الجامعه غدوين. لي ناس دي ديال تيغدوين وغرسوا لنا سيدي 4000 هكتار ديال الزيتون وبد طرس ان شاء الله الرحمن الرحيم 1040 هكتار ديال الخروبه في طنجة هذا العام الجاي و 460 هكتار ديال ديال اللوز هي طرسات هذا العام وعندنا 12 كلميت ديال السواقي باقي بدبنا في طور الانجاز 11 كلميت ديال البيست من جامعه تيديلي جامعه تيغدوين في كل عزله بين جوج جماعات وتنشكر وزاره الفلاحه اللي حاربت لنا البطاله في هذه المنطقه ديال تيديلي هذه المنطقه ديال تعبسام كانوا تيديروا غير الزرع الا جاب الله الشتاء تيهزوا شويه الزرع الا ما كانش الشتاء ما تيهزوا والو تيهزوا يديهم هذا الزيتون الا سخر الله راه غادي يعطي القيمه المضافه للساكنه ديال المنطقه ديال ديال عبد السلام واحد المده راه الناس غير جالسين ما خدامين ما ردامينها هذه المده ملي كاين الزيتون خدامين الناس مع الشركات البنات خدامين في في الكسيبه على الزيتونه وتيسقيو وخدامين مع الشركات دابا الخدمه تلقى 100 درهم الناس كلشي خدامين في الزيتون اللي ما خدام انا مشى لي خدام ماشي بحال زمان واحد المده راه ما كاين والو ما تنساش و فلاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس